نبتدي بالشروق واللي بتكلم عن تصريح خاص بوزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي، واللي بيقول ان اتحاد الكره في خلال ادارته للمسابقه مسابقه بطوله الدوري ما مشيش على الاسس بالشكل المطلوب في الدوري، وشايف ان كان ممكن ان احنا نتفادى كل المشكلات اللي حصلت هذا الموسم، وكان ممكن ان احنا نتفادى امتداد الموسم ليه بعد بطوله الامم الافريقيه لو كان اتحاد الكره مشي من خلال الاسس اللي هو وضعها واللي ممكن تكون اتغيرت في بعض الفترات بطوله الدوري واللي ممكن تكون ادت للازمه اللي احنا فيها دلوقتي يعني. وهي ازمه اكيد مستمره يعني، لان البطوله لسه ما خلصتش وممتده، وبالتالي امتداد البطوله ده هياثر لما هو قادم من موسم جديد، وهيكون في استثنائي او موسم استثنائي جديد زي ما احنا متعودين خلال الفتره اللي فاتت. لكن هو تصريح في الحقيقه مهم جدا من سياده الوزير اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وبيعترف بخطا اتحاد الكره في اداره المسابقه، والاهم كمان ان اتحاد الكره يتدارك هذه الاخطاء عشان ان شاء الله نشوف مسابقه محترمه مع الموسم الجديد. نتمتع واحنا بنتفرج على الدوري. انت ممكن تتمتع على الدوري مش بس عشان وانت بتتفرج على الدوري، ممكن تتمتع مش بس عشان الكره في الملعب وعشان الفنيات في ارضيه الملعب، لا، لما تحس ان في نظام وعارف مواعيد المباريات من بدايه الموسم كده هتبقى انت قاعد متشوق للماتشات، وهتستنى اليوم مثلا اللي بيلعب فيه الاهلي، هتستنى اليوم يعني جمهور الاهلي، هتستنى ناديهم اليوم اللي هيلعب فيه، جمهور الزمالك كذلك، كل جماهير الانديه، فبالتالي هيبقى في اثاره ومتعه في بطوله الدوري لان كل شيء مرتبط ببعضه والله. طبيعي جدا. فبالتالي ان شاء الله نتمنى من اتحاد الكوره وبالتحديد بعد تصريحات وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي ان هو ان شاء الله يتدارك اخطائه، وده اللي احنا عايزينه، وهو ده الهدف اللي بيسعى ليه كل الجماهير المصريه وكل المسؤولين في الانديه المختلفه في مصر، ان شاء الله نشوف موسم جديد وان اتحاد الكوره يضع قواعد ولوائح يسير من خلالها هذا الموسم وتسير من خلالها المسابقه بالشكل الجيد وبالشكل الدائم على مدار المسابقه كلها، ما يتمش تغيير هذه اللوائح. فان شاء الله نتمنى كل التوفيق لاتحاد الكره خلال الموسم الجديد.